نتابع مع حضراتكم آراء المواطنين بشأن عدم اهتمام الحكومة بفئة المحتاجين، وكذلك تساؤلات عن مصير أموال الرعاية الاجتماعية التي يجب أن تذهب لمستحقها. والله هاي ظاهرة حقيقة مع للأسف الشديد منتشرة بشكل غير طبيعي، وخاصة في بلد مثل العراق. بلدنا بلد يعني من البلدان اللي الله منعم عليها بالثروات، زين يفترض أن تكون الرعاية الاجتماعية مفعلة وفعالة، خاصة بإحصاء هذول الناس اللي يناموا بالشارع، والطفل اللي يستجدي، والمرأة العجوز، وغيرهم من الناس. أنا أريد أوجه كلامي لهذا وزير الرعاية الجديد، الرعاية الاجتماعية. هاي الرواتب دي يعطوها لمن؟ زين هذا الرجال عمره 71 سنة، يبات بالشارع، لا رعاية عنده، لا سكن عنده، لا شيء عنده، الله يقبلها. لمن دي يعطون؟ زين ما يصير هيش، يعني هذا الرجال والله المرات خطيه يجي القهوة يلقيه قاعد هنا من الصبح لليل. يعني حتى كل ما ياكل خطيه. اخذه بس انت ودمرات وياه اوصل البيت. شوف حاله. الدولة ليش ما تسوي حماية للأطفال؟ عمي روح شوف السوق، بيع عن علاليك. يعني الجهال سايبة تحاكي لو أبو ميت، لو أبو ما هو، مدارس ما يدامون. يعني هاي سالفة الدولة شنو؟ والله الدولة شيبتنا، والله الدولة خبرتنا، لا شغل، لا عمل، لا بطالة. دولة الأطفال هسه شنو ذنبهم؟ والله احنا كبرنا ونفتهم الحياة، بس هذا طفل ما يفتهم الحياة. عم الأطفال كل شيء دا يصير بيهم ترى، بس ما نريد نحكي. الأطفال كل شيء دا يصير بيهم، معرضين لكل شيء، معرضين ليصير يصير مجرم. يعني للأسف في بلد كالعراق بهذه الميزانيات المليارية وبهذه الثروات التي يمتلكها، نرى حال المجتمع بهذا الشكل، وللأسف يعانون بأشد أنواع المعاناة وأبشع طرقها أيضا عندما نرى هذه الأعداد الكبيرة وهم يسكنون في العراق أو في المساكن العشوائية، وأجلكم الله حتى في المزابل والنفايات يقتاتون من بعضها لكي يعيشوا.